واول كابتن مصري لفريق في اوروبا بيلعب يويفا كاب، لعب قدام باريس سان جيرمان مباراه وكان كابتن الفريق في المباراه دي، لانه على فكره الكابتن في وقتها كان بالانتخاب برده، مش دايما الكابتن بالاقدميه. في اوروبا كل فريق له عاداته. صحيح. اما بالاقدميه اما بالانتخاب باختيار او باختيار المدير الفني. طب بالظبط. والانتخاب كمان كان بيبقى ثلاث كباتن، اللعيبه بتنتخب ثلاث كباتن بالزبط. للفرقه، فهو كان من الثلاث كباتن اللي اللعيبه انتخبتهم وكان كابتن الفرقه في اليويفا كاب.